تعادل بدون اهداف امام جنوى في جوزيبي نياتا، ضغوطات كبيره. جوناثان موجود، الكره الان للانتر، والانتر اقترب الان، والكره بالامكان، هي كذلك، هي جول، هي جول، هي جول، سجل الانتر بعد 75 دقيقه. جاء الفرج لجمهور الانتر وابتسم الرجل الكبير موراتي. العرضية هي الحل، هي الحل، كانت كذلك. وكما ذكرت اقترب الانتر، قرب الانتر، يسجل الياباني، الياباني ناغاتومو يسجلها، وبالتالي الانتر اللي عانى كثير وجنوى اللي صمد كثير، لكن كما نقول نحن في دول الخليج كثر الدق يفتش الحام، وقد وصل الانتر الان الى الشباك وزارها زيارة اولى لان يتقدم الانتر الان بعد معاناة كبيرة جدا جدا جدا. والان وكذلك الان والانتر المتقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضايع. أجوان يواصل الطريق، وكرة جول ثاني، هي جول، جول ثاني للإنتر. رودريجو بالاسيو يؤكد الفوز وينهي المعاناة ويسعد الكل ويعطي ابتسامة غابت في الشوط الأول عن الرجل الكبير موراتي. التمريرة من جانبه بالفعل جوارين، والنهاية السعيدة الجميلة من رودريجو. الانتر يقبض الآن على نقاط المباراة إلى وقد أصبحت الأمور عند هدفين نظيفين. وهنا أسأل السؤال ذاته.